يقول هذا السائل: كم المبلغ الذي يخرج عن كفارة اليمين؟ لا يخرج في كفارة اليمين مبلغ، إنما يخرج الطعام، لأن الله أمر بالطعام على سبحانه وتعالى، فكفارته إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كفارة اليمين في إحدى هذه الخصال: إطعام 10 مساكين من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه كفارة اليمين، وليس فيها إخراج النقود أو الدراهم. نعم.